سلام بنات كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة واموركم مزيان. فكيف شتو معايا اليوم؟ غادي نقدم لكم واحد المسمن اللي كيجي مقرمش وكيجيب واحد الحشوة اللي اكثر من رائعة، وكيجي مقربل بحال انك عامله بالعجين المورق ولا بالعجين ديال الورقة ديال البسطيلة. صراحة كيجي اكثر من رائع الحشوة ديالو، وكيف شتو التوراق ديالو جا زوين، جا التوراق ديالو غزال بزاف، كأنه عاملة بالعجين المورق ولا دايره الورقة ديال البسطيلة. جا مقرمش وجا كيدوب ذوبان في الفم، الصراحة بحشوة اكثر من رائعة. والعجين حتى هي كذلك، كيف كتشوفوا معايا راه مقرمل ومقرمش، جاب واحد الحشوة اللي رائعة، وحتى العجين ديالو اللي غزالة وسهلة في التحضير ديالها. ما غاديش تاخد لك الوقت بزاف ولا تاخد لك في التوراق بزاف باش تحضري هاد الحشوات هادو، او تحضري هاد المسمن معمر بهاد الطريقة هادي. فالمهم نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير هاد المسمن هذا اللي على هاد الشكل. فاول حاجة غادي نحتاج واحد نصف كيلو ديال الدقيق الابيض يكون ممتاز، وغادي نحتاج تقريبا واحد جوج كؤوس ديال الفينو ديال العنبة، وغادي نحتاج الملح والفينو، كيف قلت لكم جوج كؤوس ديال الفينو اللي غادي نحتاج، وغادي نحتاج ملعقة ديال السكر سنيدة، وجوج ملعقات ديال الزيت المائدة، وملعقة ملح، وملعقة ديال بيكنج باودر او نصف ملعقة ديال خميرة الحلويات. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، واكيد باش غنجمع هاد العجين هذا اكيد بالماء اللي تيكون دافئ، ما تيكونش سخون الماء. فانا غادي نبقى نعجن العجين ديالي ونحصل على واحد العجين اللي ما يكونش رخو بزاف وما يكونش قاصح. فغادي يعينكم ميزانكم مع العجين ديالكم دائما على حساب العجين وعلى حساب الدقيق واش كيتشرب لكم ولا لا. دائما هاد المعلومه كنقولها على الدقيق. فالمهم هذا هو العجين ديالي، فانا غادي نجمعه، وغادي نحتاج واحد البلاستيك. هاد العجين هذا ما كنحتاجش انني ندلكو صراحه، فانفوهي كنجمعو صافي، كنحطو هكا بهذه الطريقه، كندير له شويه ديال الزيت وغادي ندير في البلاستيك، وغادي نخليه كيرتاح لي. دائما كنخليه كيرتاح لي العجين ديال المسمن باش كيجي واخد راحته، وكيجي داك المسمن ديالي مورق وكيجي مدلوك، كيجي صراحه مدلوك كانك دالكه. المهم انا هذه هي العجين ديالي. فغادي ننتقل للحشوه اللي غنعمر بها هذا المسمن هذا. فدائما كيبقى لكم اختياري على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب المتوفر وباش بغيتو تعمرو. فانا اختاريت الكفته. غادي نحتاج الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر مقطع قطع صغيره هكا، مكعبات صغيره، وغادي نحتاج البصله مشلضه حتى هي، وغادي نحتاج شويه القزبر والمعدنوس، والتوابل غادي نحتاج شويه ديال السكنجبير تحميره، والخرقوم، الكمون، والملح، والخرقوم ورقه. صافي هادو هما المكونات. وغادي نحتاج ايضا الزيتون والهريسه الحاره المعجونه. المهم دائما الهريسه كيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار. فانا غادي ناخذ هاد المكونات هادو اول حاجه. غادي ناخذ الفلفل الاحمر والبصل، غادي نشحرهم هكا، غادي نصطيهم على واحد النار اللي كتكون هادئه جدا حتى انهم يتبالوا ليا ويهبطوا. عاد غادي نضيف ان شاء الله الكفته. فكيف شفتوا معايا مره كنقوم بالتحريك ديال هاد الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والبصل ديالي، كنبقى انني كنشحرهم وكنحركهم باش انهم ما يلتصقوش ليا، وكنبقى انني على النار اللي كتكون هادئه وكتكون باش انهم ما يلتصقوش. فمن بعد غادي نضيف لهاد البصل والفلفل، غادي نضيف لهم الكفته، كيف قلت لكم غادي نضيف لهم الكفته بهذه الطريقه.
فانا حطيت البصل والفلفل على جنب والكفته معهم على الجنب الاخر، وغادي نبقى هكا كنحرك في هاد الكفته ديالي حتى غادي نحس بيها هكا بدات كطيب، وغادي نخلط المكونات مع البعض ديالها. انا ضفت دوك التوابل ديالي ديال التحميره والكمون والتوابل اللي كنت سبق لي وقلتها لكم، وضفت ايضا المعجون ديال الهريسه، وايضا ضفت القزبر والمعدنوس حتى هو ضفتهم، وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه هذه حتى انهم يندمجوا لي ويطيبوا لي المكونات الاخرى مع البعض ديالها. فكيف شفتوا معايا راه بدات كطيب لي داك الحشوه وكتشد ليا فراسها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. فغادي نضيف اي جبن عندكم متوفر، فانا ضفت الفرماج حتى هو ضفته لهاد الحشوه هذه. كنعرفوا الفرماج في الاخر فهو كيجمع دوك العناصر ديال الكفته والفلفل، فهو كيجمعهم وكتجي داك الحشوه معلكه وكتجي رائعه جدا بالفرماج في الاخير. فمن بعد الفرماج غادي نضيف ايضا داك القطع ديال الزيتون ديالي حتى هو غادي نضيفه. من بعد ما غادي طيب لي هاد الحشوه غادي نخليها كتبرد ليا ونخليها على جنب، وغادي نمشي للعجين ديالي اللي سبق لي وحضرته وعجنته وخليته كيرتاح. دائما كنصيبو في الوقت اللي كيكون هكا عندي وقت فيه شويه ديال الراحه، فكنخلي هذاك العجين ديالي كياخد واحد الوقت وكيرتاح ليا مزيان. وإلا كنت هكا مزروبه فانا كنعجن العجين وكندلكو كنقوم بالدلك ديالو. فكيف شفتوا راه كيولي إلاستيك وكيولي داك العجين رائع رائع، هذيك البلاستيك فاش كتسدوه فهو يا كتقوم بالعملية ديال دلك العجين ديالنا. فكيف شفتوا معايا راه جا مدلوك وجا رائع. فأنا غادي نحاول نشكل العجين ديالي واحد الربع ديال الكريات، ودائما عينكم ميزانكم. فانا درت اربعة الكريات جوني كبار بزاف، درتهم كبار لانني كنستغل هكا الوقت وما كنبغيش ندير شي حاجه صغيره، فدائما غادي نقسمهم. وكيف شفتوا معايا راني غنحصل على اربعه، ومن بعد هاد الربعه هادو فهما غادي نقسمهم غيوليو عندي 8 ديال المسمنات غادي يخرجوا ليا. فهذا هو الشكل ديال اربعه الكويرات اللي غادي نحتاج ليهم، وغادي نحتاج للزبده باش غادي نورق هذا العجين هذا والزيت ايضا. فهذه هي الطريقه ديال هذا العجين هذا او ديال المسمن. فغادي ناخذ الزيت وكنكورهم بهذه الطريقه، وغادي نخليهم ضروري من الراحه باش انني العمليه ديال التوريق ما نتمحنش فيها وتجيني العمليه ديال التوريق سهله. من بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح تقريبا واحد الخمس دقائق، فكيف شفتوا معايا غادي نبدا كنورق فيه بهذه الطريقه وكندهن بالزيت وميم طون انا تنورق فيه حتى نحصل على واحد الورقه اللي كتكون رقيقه حتى كتولي داك الارضيه اللي كنورق فيها كتولي كتبان ليا شفافه من العجين ديالي. فالمهم هذا هو الطريقه ديال التورق ديال هذا المسمن هذا. فانا غادي نورقه بالشكل هكايا حتى نحصل على الشكل اللي كيكون رفيع جدا وكتكون الورقه رقيقه.
صافي من بعد ما ورقت العجين ديالي كيف كتشوفوا معايا، وحصلت على واحد الورقه اللي كتكون رقيقه وكتكون هكايا شفافه في الحجم ديالها. فغادي ناخد الزبده ديالي وغادي نبدا كنسرحها كيفشوا معايا بهذه الطريقه هذه، حيت ديك الزبده كتخلي القرمشه وكتخلي داك العجين ديالنا كيكون مبعد على بعضياته في الطيات، وكيجيو طيات فوق طيات كتجي بطريقه زوينه وكتجيو مقرمشين. فغادي نطويه بالطي المسمن العادي اللي كنديروه على ربعه المسمن، هذا هو الطريقه اللي غادي ندير. فكيف شفتوا معايا راني حصلت على مسمنات كبار، ودائما كيبقى لكم الاختيار انكم ديروهم على 8 عوض الربعة وتخدموا كل وحده على حيده. فانا جاتني هذه الطريقه سهله وجاتني سريعه في التحضير ديالها، ما تاخذش لي بزاف ديال الوقت. ودائما اي وحده ديال المسمنه حطيناها فهي كنحطوها هكا في البلاستيك. فبنفس الطريقه غادي نبقى على الوحده الثانيه حتى هي غادي نورقها كيف شفتوا معايا على الشكل هذا. راه كيف شفتوا جات طويله وجات كبيره المسمنه بزاف، وغادي ندير المسمنه الاخرى ديالي في الوسط ديالها ونعاود نجمع المسمنه على اربعه. صافي كيف شفتوا معايا راني كنجمعها عاود للمره الثانيه. كيف شفتوا غادي ندير كل مسمنه غادي ندير دوك الربعه غادي يخرجوا ليا جوج مسمنات كبار، فانا غادي نحطهم بهذه الطريقه هذه وغادي نبقى نستمر على المسمنه الاخرى حتى نكمل. من بعد ما خليتهم ارتاحوا ليا وخداو لي الوقت الكافي ديال الراحه ديالهم، فانا غادي نحاول انني نورقها على الشكل مستطيل او مربع اللي يكون مستطيل اللي رقيق بزاف باش تجينا المسمنه ديالنا مورقه وتجي هشيشه. من بعد ما ورقت المسمنه ديالي وحصلت على هذا السمك هذا كيف كتشوفوا راه رقيقه جات، غادي نقسم المسمنه غادي ناخد اي حاجه. فانا هديت واحد السكين وغادي نحاول نقسم على المسمنه على اربعه بالشكل المتساوي باش يجوني دوك المسمنات هكايا مقادين. فكيف شفتوا معايا غادي نحاول انني جناب نورقهم مزيان بهذه الطريقه. صافي ونبدا كنحط في الحشوه ديالي. من بعد ما حطيت داك الحشوه في الوسط ديالي غادي نحاول انني نشكل داك الحشوه بشكل متساوي، نفرقها او نوزعها على دوك المسمن ديالي كيف شفتوا معايا حتى نحصل على دوك الربعه، ونخلي المباقي للربعه الاخرين اللي غادي نشكلهم حتى هما بنفس الطريقه وبنفس العمليه غادي نديرهم. فكيف شفتوا معايا فانا كنحط الحشوه في الوسط وكنحاول انني نشكلهم بشكل متساوي ونوزع الحشوه ديالي بشكل متساوي، وغادي نبدا نجمع في الاطراف ديال المسمن. صافي بعد ما شكلت الحشوه ديالي ودرتها بهذه الطريقه هذه، وانني كنسد الجوانب بالاصبع ديالي وكنحاول انني نضغط عليهم كيف ما شفتوا، كنجيب الجوانب عند البعض ديالها وكنضغط عليهم بهذه الطريقه هذه باش انا الحشوه ديالي ما تخرجش مني العجين كيتنفخ، حيت هذا العجين صراحه كيتنفخ وكيجي زوين زوين بزاف وكيجي هشيش بهذيك الخماره اللي درنا فيه.
من بعد ما شكلت داك المسمن ديالي بهذه الطريقه على شكل مستطيل، فانا خديت واحد البيض ودرت له شويه ديال السوجه، وهكايا غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم. غادي نبدا ندهن بعد البيض والصويا. فانا بعد ما دهنت الوجه ديال المسمن ديالي، فانا غادي ناخذ واحد الموس اولا تكون غازوار، المهم اي حاجه عندكم حاده. غادي نبدا كنفلح هذا المسمن ديالي بهذه الطريقه هذا، حتى غادي نكمل هذا الشكل هذا كيف شفتوا معايا. ودائما كيبقى لكم الاختيار واش تفلحوه ولا لا. المهم انا درت هذه الطريقه للتزيين ديال هذا المسمن هذا بهذه الطريقه، وغادي نحطو في الفرن اللي كيكون ساخن على درجة الحرارة، كيكون ساخن، ومن بعد كنطيبهم على درجة الحرارة 180. المهم كيف شفتو معايا التوراق ديالهم جا رهيب جدا جدا، كأنك عاملة العجين المغرق. جا دوك لي بات كأنه بات فويتي، جات هكا مورقة وجات ورقة ورقة وجا مقرمش. وكيف كتشوفو العجين والحشوة جات أكثر من رائعة. وشوفوا هذاك الفويتاج كيف كتشوفوا معايا، راه جا كيبان لك بانه راه مورق داك المسمن والفويتاج ديالو كيف كتشوفوا، رائع رائع بزاف. فالمهم البنات هذا هو الوصفه ديال اليوم او المسمن الفيديو ديال اليوم. فنخليكم دائما في امان الله، ونخليكم دائما مع فيديو جديد وصفات جديده دائما مع عالم منيا او ورد منيا. ودائما كنقول الناس دائما اللي كيلاحظوا القناه ديالي وكيجاهدوها وتتابعوني، فانا كنشكرهم دائما بزاف على الدعم ديالهم. فغادي نخليكم مع الفيديو للاخر، ونخليكم انكم تجربوا هذه الوصفات اللي كنحط لكم، فهما كيكونوا وصفات اكيده ووصفات مجربه. فغادي نخليكم في امان الله.